مرحبا بحضراتكم مرة تانية. مبادرة رواد النيل حصلت على جائزة ديزاين أورد العالمية في مجال التصميمات الهندسية، وده عن تصميم جهاز ميلكوتك. هذا الجهاز اللي بيشتغل على تسهيل جمع وقياس جودة الألبان اللي بيتم جمعها من المزارعين من خلال عملية مميكنة وعملية ميسرة. الجائزة دي إنجاز مهم جدا للمبادرة وليها أهمية كبيرة على أكتر من مستوى، أولها التأكيد على قدرة الجهاز اللي اتصنع بأيدي مصرية على ضمان جودة وسلامة الغذاء والألبان، تاني حاجة المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي عن طريق فتح حسابات ومحافظ إلكترونية للمزارعين. خلينا نشوف التقرير اللي جاي. إنجاز علمي جديد أبطاله من مبادرة رواد النيل اللي حصلوا على جائزة A Design Award العالمية في مجال التصميمات الهندسية عن تصميم جهاز ميلكوتك اللي بيشتغل على تسهيل جمع وقياس جودة الألبان اللي بيتم جمعها من المزارعين من خلال عملية مميكنة وميسرة. الجائزة إنجاز مهم للمبادرة وليها أهمية كبيرة على أكتر من مستوى، أولها التأكيد على قدرة الجهاز اللي اتصنع بإيد مصرية على ضمان جودة وسلامة الغذاء والألبان، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي عن طريق فتح حسابات ومحافظ إلكترونية للمزارعين. جهاز ميلكوتك اللي صممه مركز الابتكار والتصميم بمبادرة رواد النيل بيشتغل على قيام المزارعين بتسليم الألبان لمركز التجميع واستخراج بطاقة RFID الإلكترونية خاصة بيه واللي بتضم كل بياناته وحساباته، وهنا الجهاز بيوزن الألبان وبيختبر جودتها وبيسجل البيانات اللازمة الخاصة باسم المزارع والكمية وقيمتها وإضافتها لحسابه على البطاقة. ده غير إن الجهاز فيه وظيفة مميزة جداً، وهو إنه يقدر يرفض الألبان لو اكتشف إنها غير صالحة. الجهاز كمان بيعتبر واحد من أوجه الجهود اللي بتقوم بيها مبادرة رواد النيل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تلبية الاحتياجات المحلية وخلق منتجات تنافس على المستوى الدولي، خصوصاً إن ابتكاره بيمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم علاقة صغار المزارعين والفلاحين في المناطق الريفية بالتجار والجهات العاملة في مجال تجميع الألبان لحد الشركات الكبرى، وده من خلال نظام محدد ومميكن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، ومعانا عبر الزوم دلوقتي المهندسة جهاد أشرف أحد أعضاء الفريق المشارك في ابتكار جهاز الخاص بجمع الألبان. صباح الخير عليكي. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. يعني فهميني أكتر، جهاز لتسهيل وجمع وقياس قياس جودة الألبان، الفكرة دي جات لكم إزاي؟ بدأتوا فيها إزاي؟ احكي لي. طبعا الفكرة دي جات الأول مع شغل مع فريق من منظمة العمل الدولي في مصر، والفكرة جات عن إن إحنا كنا عايزين ننظم عملية تجميع الألبان اللي بتحصل في مصر وكده. الجهاز كان عايزين نلاقي حل إن إحنا نتتبع عملية جمع الألبان من صغار الفلاحين. طبعا إحنا عارفين إن 85% من إنتاج الألبان المصرية بيتم عن طريق جمعه من الفلاحين الصغيرين، فالفكرة كانت إزاي بقى ننظم العملية دي ونحسن العلاقة ما بين صغار الفلاحين ومراكز تجميع الألبان وطبعا الأماكن بتاعت اللي بتصنع المنتجات الألبان في مصر. ميلكوتك، يعني الجهاز جاي من نفس الكلام تك وميلك. عملتوا إيه؟ يعني الفلاح بيشتغل مع هذا الجهاز إزاي؟ ارتباط الفلاح مع الجهاز فين بالظبط؟ الجهاز طبعا هو عبارة عن بيقدم خدمة. الخدمة دي بتبدأ بأن الفلاح بيبقى معاه كارت زي بطاقة التموين كده، كارت RFID، والجهاز فيه سكانر، فبيتم مسح البيانات الكاملة بتاعة الفلاح من أول طبعا المستحقات المالية اللي ليه، ومن طبعا كمية اللبن اللي هو جابها وجودة اللبن اللي هو سلمها. كل ده بيبقى مسجل في بيانات الفلاح اللي بيجي يتعامل في مراكز تجميع الألبان. طب وبعدين يعني ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يعني انتوا بتقيسوا الجودة كمان، وبعدين بتقوموا بقى بتوصيل الألبان دي مثلا للشركات، بتعملوا ايه؟ بتوصلوا الفلاحين دول او المزارعين دول
يعني بشركات مثلا كبيره عشان ينتجوا الالبان ويستخدموا الالبان بتاعتهم، تعملوا ايه؟ احكي لي. أكيد طبعا، هو العملية كلها بتبدأ بإن صغار الفلاحين بيبقى عندهم كمية لبن معينة، بتبقى في مراكز لتجميع اللبن دي في كل مركز وكل قرية، بيروحوا بكمية اللبن بتاعتهم للمركز ده بالكارت بتاعهم، بيتم أخذ عينة من اللبن اللي هم مقدمينه، بيتأكد طبعا من جودتها إن هي مطابقة للمواصفات المصرية، وبيتم تحليلها بكمية الدهون اللي فيها، كمية المية، كمية نسبة البي اتش اللي فيها، تمام، بيتأكد من الجودة، بيتم تسليمه زي ريسيت في المستحق المالي اللي خاص بالفلاح. بعد كده بيتم تجميع الألبان ديت في مراكز في نقط التجميع، بعد كده لمراكز التجميع، بعد كده للشحن بتاع المصانع وبتاع الأماكن طبعا اللي بتصنع منتجات الألبان في مصر. طب الفكرة طموحة جدا وجميلة جدا، بس على الأرض بقى الفلاح المصري تقبلها؟ يعني في ظل ان الفلاح ده ممكن يبقى ما يعرفش يقرأ ويكتب، مش متعامل كويس مع الأجهزة، وصلته ازاي او عملته ازاي او الفكرة انتشرت ازاي؟ هي الفكرة الجهاز دوت هيتم إن شاء الله إضافته لحاجة اوريدي موجودة، يعني النظام دوت اوريدي موجود، نظام تجميع الألبان ونقط تجميع الألبان دي اوريدي موجودة، وتعامل الفلاح مع التكنولوجيا بالكارت هيبقى سهل جدا، لأنه هو اوريدي بيتعامل بكارت مثلا زي كارت التموين، فهو اوريدي عنده المعلومات من كروت زي دي من قبل كده، فهيتم التعامل معاه عادي جدا، هو الكارت بتاعه هيبقى عليه البيانات الخاصة بيه، هو بس هيبقى ليه مستحق مالي، والمستحق المالي دوت ليه بيانات عندنا يعني في الجهاز مسجل، فطريقة التعامل هتبقى سهلة جدا، مش هيبقى فيها أي مشكلة. طيب ده هيفيد المزارعين. لو بنتكلم على بقى الشركات الكبيرة، عشان انت يمكن حضرتك قلتي انه 85% من الألبان عامة بتيجي من المزارعين الصغار، الشركات الكبيرة بقى ازاي تقدر ان هي تستخدم الجهاز ده بتاعكم فبالتالي توفر فرص عمل لهؤلاء المزارعين فبالتالي نحقق الشمول المالي؟ تمام. زي ما انا قلت لحضرتك، النقط تجميع اللبن دي هي اوريدي كانت موجوده، وهي مش متعتبر بس مجرد ان هي بتجمع اللبن، لا هي كمان بتقدم خدمات، عن طريق البيانات اللي الجهاز بيقدمها هيبقى معروف جوده اللبن اللي بتقدمها النقط والمراكز دي، هل مثلا هيبقى تتم متابعه الفلاح، هل مثلا لما هو المركز دوت قدم له خدمه ان يدي له تطعيمات معينه للابقار، يدي له حاجات معينه، هل فعلا فرق في جوده اللبن؟ فهيتم متابعه جوده اللبن بطريقه محدده جدا، فطبعا هيتم متابعه التحسين اللي حصل من التدخل ده، يعني انا مثلا دلوقتي اديت للفلاح دوت دوره تعليميه ازاي يعتني بابقاره، ازاي يديهم تطعيم في نفس الوقت، ازاي يحسن من جوده اللبن بتاعه، فانا هقدر اتابع بقى التطور اللي حصل ده، فطبعا دوت هيفيد جدا الشركات المنتجه لمنتجات الالبان. يعني بشكل علمي بسيط كده، ازاي بيتحقق من جوده اللبن في ظل ان احنا عارفين الالبان دي من اسهل الاشياء اللي ممكن تفسد بسرعه؟ بالظبط، تمام، حضرتك عندك حق، هو بيتم اخذ عينه من كميه اللبن اللي الفلاح دوت بيقدمها، بيتم في جهاز بيتم تحليل بيحلل اللبن دوت، بيقول لك مثلا كميه الدهون اللي فيه، كميه الميه اللي فيه، وبيقول برضو الحموضه اللي فيه، عشان مثلا لو هو فضل شويه مش طازه مثلا، تم مثلا اضافه مضاد حيوي او اضافه اي ماده على اللبن ده عشان ما يكتر حجمه او يكبر كميته، فهيتم متابعه طبعا الموضوع ده، والنتيجه العينه دي هيتم رفضها. طيب امتى بقى هنقدر نشوف الجهاز ده يعني موجود في اكتر من مكان وبالطبع على ارض الواقع في جميع المحافظات المصريه؟ هو حاليا تم التواصل مع والتنسيق مع كذا جهه من خلال منظمه العمل الدولي في مصر ورواد النيل، وبيتم بدايه الاختبارات، وان شاء الله بعد العيد كل سنه وانتم طيبين هيتم بدء الاختبارات وتنفيذ الجهاز دوت في مراكز ونقط تجميع لبن حرفيا، وتم التواصل مع كذا جهه بس مش حابه اقول اسمائهم دلوقتي، هيبقى فعلا هيستخدموا الجهاز دوت وهيبدا يبقى موجود في نقط تجميع معينه.
والله احنا شايفين الفكرة كويسة، محتاجين نشوفها على أرض الواقع بشكل عام. الشمول المالي ودخول يعني التقنيات الحديثة في مجال الزراعة أو المكانة الزراعية دي من أهم الأهداف اللي بتقوم عليها الدولة المصرية، وخصوصا في ما يتعلق بخطة الدولة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونشكرك المهندسة جهاد أشرف، أحد أعضاء الفريق المشارك في ابتكار جهاز ميلكوتيك أو الجهاز الخاص بمكانة جمع الألبان.